السلام عليكم، صباح الفل يا حلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. صحينا وفتحنا الدنيا. انا صحيت النهارده متاخر شويه عشان عارفه ان انا مش رايحه الشغل. زي ما قلت لكم احنا بنريح يومين في الاسبوع، والاسبوع ده بلطجه كده. انا خدت اليوم الثالث علشان عندي كذا حاجه عايزه اعملها. اول حاجه عملتها فتحت وشغلت القران وعطرت كده الشقه على السريع. مش عندي حاجه في الشقه هتتعمل النهارده لاني عملت كل حاجه امبارح حتى قبل ما انام، لمعتها كده على السريع بالموب بالشرشوبه يعني، لان النهارده عندي تفريز اللحوم، فحبيت ان الوقت كله يبقى في المطبخ علشان اخلص منه. المهم عندي الدفايه دي غسلتها النهارده، قلت بالمره كده. انا عايزه اقول لكم ان عندي منها اتنين، واحده غسلتها مع المخدتين الفايبر الروتين اللي فات، والنهارده هغسلها، هغسل دي وهغسل معاها المخده الفايبر الطويله بتاعه السرير. ده كان الفطار بتاعنا النهارده. زوجي كان موجود النهارده معانا فنزل جاب لنا فطار، فطار العادي، الفطار المصري العادي، فول وطعميه وبتنجان وكده يعني. المهم كان بتاع الفراخ، بعت لي الفراخ وكنت عاملاها حطاها في محلول اللي هو المحلول النقع، قشر الليمون ده اللي احنا كنا شايلينه في الفريزر مع بعض اللي كنا مفرزينه، وكنت جايبه كيلو بانيه، وكنت جايبه اربع فراخ. خليت ثلاثه، قطعت الثلاث فرخات، قطعت الواحده فيهم اربعه، وواحده سبتها سليمه على بعضها تحسبا لو جاي لضيف او جاي لحاجه تبقى تتعمل كده على بعضها يبقى شكلها لطيف. محلول النقع ده يا بنات انا حاطه رشه جنزبيل، معلقه دقيق، وطبعا ليمون، قشر ليمون كبديل للليمون، معلقتين خل، وميه لا اكتر ولا اقل، وطبعا ملح. بنقعها كده نص ساعه ساعه، وبعد كده بديها شطفه وبفرزها زي ما انتم شايفين، الوراك مع بعض والصدور مع بعض. الصدور عندي ما شاء الله الفرخه كانت كبيره، كانت زيادة 2 كيلو وربع تقريبا، فخدت حتت كده في اخر الصدر دي هعمل منها شاورما، بتبقى جميله جدا المنطقه دي بالذات. هعمل بقى التتبيله بتاعه البانيه والتتبيله بتاعه الشيش طاووق، وكمان التتبيله دي تنفع معاكم في اي مشويات انتم عايزينها ما عدا اللحمه كفراخ كطيور عموما يعني. اللحمه لا، التتبيله دي مش بتاعه الشوي، مش بتاعه الشوي بتاعتها. المهم بصل وطماطم، دقه الثوم عملتها معاكم قبل كده، وان شاء الله هعملها معاكم الروتين الجاي لانها خلاص عندي قربت تخلص. معلقه كبيره من هريسه الشطه، هريسه الشطه دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف، هتلاقوا سهم كده دوسوا عليه جنب العنوان هيطلع لكم كل اللينكات اللي انا حطها لكم. وحطيت معلقه خل، صويا صوص ده اوبشن لو عايزه تشيليه مفيش مشكله، وحطيت معلقه ليمون، مش عايزه تحطيها برده براحتك بس بتدي تيست حلو جدا. ده اللي هو بديل الليمون الجاهز، ما حبيتش بقى ان انا اطلع من الفريزر واستنى وكده، قلت لا خليني في الجاهز، انا كده كده جايباه للتتبيل عموما يعني. البهارات بتاعه التتبيل عموما اللي انت تحبيها، بس اهم حاجه حاولي يكون عندك مثلا شويه كده حبهان على ورق لورا على جوزة الطيب مطحونين وركنهم في المطبخ. وقت ما تيجي تعملي اي تتبيله داخله الفرن او تتبيله بانيه شيش طاووق والكلام ده كله، ده حطي رشه كده منها بتبقى تحفه، وكمان حطي رشه قرفه وشويه ميه علشان التتبيله دي تتطحن معاكي، احنا عايزينها مهروسه على الاخر مش عايزينها تبقى خشنه قوي يعني. انا في العاده بعمل لما ببقى عايزه اعمل حسابي ان انا في الشهر ده مثلا هعمل فراخ مشويه، ببقى عامله حسابي ان انا بزود في التتبيله شويه واشيلها في علبه كده بتنفعني، اطلع الفراخ تفك والتتبيله تفك كله على بعضه بالليل، وتاني يوم الحاجه تتشوي وتبقى زي الفل. التتبيله دي انا بعتمدها في تتبيل اي نوع طيور عندي، بانيه شيش طاووق، اي حاجه مشويه، اي حاجه داخله الفرن شغاله معايا ما بتقولش لا، تحفه. بالنسبه للبانيه انا بتبله واشيله في الفريزر بتتبيلته. تقدري انت تسيبي التتبيله دي مثلا من بالليل وتاني يوم الصبح تحطيها عادي في البيض والبقسماط وتشيليها زي ما هي كده، بس يفضل يعني نصيحه شيليها بالتتبيله، هتطلعي بس يدوب ان انت تطلعيها من التتبيله للبيض والبقسماط هيبقى الموضوع سهل مش صعب يعني. انا مقطع اكياس كده شرايح صغيره بحيث ان انا افصل بين كل طبقه بانيه والتانيه، عشان لو عايزه مثلا اخد قطعتين ثلاثه هعملهم مثلا ليا هعملهم للولو يبقى الموضوع سهل، وباقي العلبه موجوده زي ما هي، هيبقى الموضوع سهل جدا عليكي. العلبه في الثلاجه، تاخدي شريحه تاخدي شريحتين، والكيس هيطلع لك، هتشدي كده الكيس الورقه الخفيفه الكيس اللي احنا حاطينه ده، هيبقى سهل جدا. مش عندك اكياس اللي هو الاسترتش كليرنج فيلم بتاع تغليف الاكل، سهل برده، بس هو الاكياس بتبقى سهله شويه لان البلاستيك راب اللي بيتغلف بيه الاكل لما بيلزق في بعضه خنقه بقى عشان تقعدي تفكيه وكده، فبالنسبه لي الاكياس اسهل بكتير. وفي علبه وعلى الثلاجه، يقعدوا بقى في الفريزر زي ما يقعدوا، انت بتسحبي منهم براحتك. انا الكيلو بانيه عملت منه اللهم صل على سيدنا محمد شيش طاووق، وعملت منه بانيه. القطع اللي انا طلعتها من الصدور عملتها شاورما، الشاورما انا شلتها في الفريزر على طول من غير تتبيله ومن غير حاجه، لان تتبيله الشاورما حاجه تانية غير الكلام ده.
بتبقى يا اما بلبن يا اما بزبادي، بعيدا عن البصل والطماطم والكلام ده كله. ده الشيش طاووق. بس انا الشيش طاووق لما بحطه في العلبه بتاعته بزود عليه شويه من التتبيله، علشان دايما بحب اقطع بصل وفلفل وطماطم واحطهم واقلبهم كده في التتبيله واسيبهم ساعه مثلا قبل ما ابتدي احطهم في السياخ. عايزه اقول لكم انا بعد ما حطيت العلبه دي في الفريزر بعدها بدقيقتين، يعني ما كملش الفريزر دقيقتين ثلاثه، كان زوجي قال لي انت تعملي اكل النهارده؟ قلت له بص، وانا كنت ناويه في شويه شاورما اعملهم، قال لي لا انا عايزه اكل شيش طاووق بما انك انت متبلاه. قلت له خلاص مش مشكله، احنا كده كده مش هناكل دلوقتي فخليه شويه ما فيش مشكله. فطلعتها تاني من الفريزر عشان نعملها النهارده، ما فيش مشكله، احنا تحت امر صاحب الحاج الحاج صاحب البيت. السجق عايز اقول لكم بالنسبه لسعره، فهي الكميه بالنسبه لان هو جاهز مش بلدي، الكميه قليله طبعا، بس قشطه مش مشكله. انا خدته فكيته كده من الاكياس بتاعته اللي كانت فيها دي والاطباق الفويل، اديته شطفه وحطيته في كيس، طلعت منه الهواء على الفريزر على طول. وكنت جايبه نص كيلو كبده، لان ما لقيتش كبده بلدي، جبت كبده شرايح قطعتها كده اسكندراني برضو في علبه وعلى الثلاجه. عايزه اقول لكم لو هتجيبوا الكبده المستورده هاتوا نوع نظيف، ما يكونش يعني النوع اللي هو ب 30 و 35، ده صعب شويه ان انت تجيبيه. في نوع تاني تقريبا عامل 60 او 70، النوع ده بيبقى كويس. ودايما لما تيجي تجيبي مجمدات هاتيها من حد انت ضامنه كويس جدا واثقه في الحاجه بتاعته. كنت جايبه كيلو لحمه مفرومه ما قسمتوش، لان انا كنت جايباها هعمل منه حواوشي وهعمل منه كفته، تبقى سهله يعني لجوزي ان انا اديها له ما يبقاش فيها حوار تسخين وكده. فكنت جايباه في حبه دهن شويه حته دوش، فشلته زي ما هو ما رضيتش ان انا اقسمه. المهم منظفات بتاعه الشهر عايزه احطها في التربو، فزي كل شهر مدام هحط حاجه في التربو لازم يتشال ويتنظف. عايزه اقول لكم البتاع بتاع ماي واي ده فظيع في تنظيف البلاستيك والحاجات دي، جميل جدا. قلت لكم قبل كده انا برشه بفوطه ميكروفايبر كده بلمع، لا بريل ولا بتاع ده ولا سلك بقى ولا زبونش ولا الكلام ده، لان انا الحمد لله ايدي في الحاجه على طول، اي نقطه حاجه بتيجي عليها بروح شايله على طول الحاجه بلمع. معلش بقى لولو قاعده بتلعب جنبي فمعلش على صوت بلمع. فلما بيبقى عندي التنظيف الشهري بيبقى الموضوع بسيط جدا. كمان كنسته الحته اللي هي مكانه، لمعتها كده على السريع بشويه دوني عشان تبقى ريحه حلوه، وبعد كده رصيته. الحاجه اللي انا بستعملها كتير خليتها في اول رف، الدوني، كوريكس الالوان، معطر الجو. معطر الجو ده ما تروحوش منه كتير، بس لان روحته قويه قوي زي ما قلت لكم، عشان لو الاطفال عندها حساسيه عندكم ولا حاجه. والكوريكس الالوان والكلوريل بتاع تنظيف الارضيات، وبتاع اللي انا نظفت بيه التربو، وبتاع الازاز الجلانس. تحت بقى الحاجات اللي انا باخدها وازود منها، يعني مثلا ملمع بتاع الستاير ده هعمل لكم عنه ان شاء الله الروتين الجاي، هنعمل منه الركنه اللي هو بتاع تنظيف الستاير والمفروشات ده. وبقيه الحاجات التانية اللي انا ما بستعملهاش كتير محطوطه في اخر رفين. الباور ده ما بستعملوش الا مره في الاسبوع، ده ان استعملته. البليدج مثلا، المورال قصدي، برضو مش كل اسبوع بلمع الخشب، ممكن كل اسبوعين على حسب، علشان ما بقاش بكذب عليكم. الخشب عندي شقه مقفوله على طول، مش بيتبهدل كتير، لانه اغلب عندي الدنيا مقفله عندي، هي اوضه البلكونه هي اللي فيها الليفنج، والليفنج عندي ما فيهوش خشب بني او ابيض باين، يعني باقي الحاجه جوه الشقه سواء نيش او سفره او اوضه نوم، فكلها في اوض مقفوله جوه، فالخشب عندي مش بيتبهدل بسرعه. بعد كده هنعمل بقى خلطه الفيجيتار، دي خلطه موفره بطريقه فظيعه. بدل ما تجيبي بقى كيس الفيجيتار، يعني انت لو عايزه تعملي كيلو بانيه، اللهم انك عايزه علبه فيجيتار كامله علشان تعملي تتبلي البانيه مثلا فيه. البقسماط الناعم بقى هاتيه وهاتيه سايب، ما تجيبهوش من بتاع ريتش باك والكلام ده، شويه قليلين وبيبقى غالي جدا. النص كيلو بقسماط الصغيرين اللي شفتيهم دول عاملين 5 جنيه، وانا كان عندي حبه صغيرين كده حطيتهم عليهم، علشان النكهه بتاعه الفيجيتار بتبقى قويه اللي هو الجاهز ده. فانا بجيب 4 اكياس او كيسين على حسب الكميه اللي انت عاملاها، لو عامله ربع كيلو بقسماط بحط كيسين بس فيجيتار، انما انا عشان عامله نص كيلو وكان عندي شويه فحطيت 4 اكياس فيجيتار. هتشم الريحه كانك جايبه فيجيتار جاهز بالظبط من بره. انا كمان بعزز التست بتاعه وبزود له شويه بهارات من عندي، كانك جايبه اكياس فيجيتار جاهزه بتتبلي بيها. بالعكس بيقعد معايا بالشهر والشهر ونص. وعايزه اقول لكم انا مش من هويت يعني المقالي اللي بالبقسماط كتير، فممكن ده يقعد عندي الشهرين. لو جيت مثلا على نص الشهر كده لقيت ان انا ما استعملتش منه كميات كتيره، باخد شويه منه احطها في كيس واحطها في الثلاجه او في الفريزر، واول الشهر الجديد اطلعهم واحطهم في العلبه. البهارات اللي انا حطيتها، حطيت كركم وحطيت فلفل اسمر اللهم صل على سيدنا محمد، شويه ملح صغيرين، وحطيت بهارات المشكله اللي انا عاملاها معاكم،
وكنت حطيت ايه تاني، وكمون بس وفلفل اسمر، دي البهارات اللي انا زودتها، وقرفه طبعا بتبقى جميله جدا، والكركم عشان اللون بتاع الحاجه يبقى اصفر كده وجميل، وفي علبه وعلى درج الخزين. مش عايزه تحطي بهارات وتحطيها وقت القلي، ما فيش مشكله خالص. طبعا انا لما باجي اقلي بحط عليه شويه بيكنج باودر وشويه نشا عشان يبقى الحاجه كريسبي شويه. بصوا بقى انا النهارده هعمل حاجه كده حلو كده سريع، بس ان شاء الله هينزل لكم في فيديو لوحده. لينك الكريم شانتيه هنزل لكم في فيديو لوحده ازاي تعمليه بطريقه سهله، والكيكه دي اللي هي بتاعه السبع معالق هعملها، هسيبها لكم برده تحت صندوق الوصف ان شاء الله. كل اللينكات بتاع الفيديو اللي ما عملتهاش في الفيديو قدامكم هتلاقوها في صندوق الوصف. دي كيكه السبع معالق العاديه جدا، حطيت على النار حته شوكولاته بتاعه سما وشويه صوص كراميل علشان عايزه اعمل زي جاتورو خامي كده، ومعاهم شويه لبن ومعلقه زيت، وسبتها على ابو حمام بخار عادي جدا مع نفسها. الكيكه بعد ما طلعت من الفرن سقيتها بشويه لبن لان ما كانش عندي لا شربات ولا حاجه، وحطيت الكريم شانتيه زي ما انتم شايفينه ماسك وجميل اهو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو زي ما قلت لكم. وبعد كده هحط القطعه الثانيه واغلفها كلها بالكريم شانتيه. الفكره في ان الكراميل اللي اتحط مع صوص الشوكولاته ان الكيكه بتبقى عامله زي شكل الرخام، عارفين انتوا الرخام الالوان بتبقى داخله في بعضها ما بتبقاش شوكولاته بس، لا تحسي ان مموهه كده يعني ابيض في بيج في بني. ايه يا لولو هاتيها. لحد ما الكيكه بس غلفتها بكريم شانتيه ودخلتها الثلاجه، قلت اعمل شيش طاووق على طول في الصينيه كده على النار على البوتاجاز من فوق، ما دخلتوش ولا اي حاجه. حطيت معلقه زيت كبيره بس كده وحطيت، وكل شويه بقلب من ناحيه وشكرا على كده. وده كان الغدا، عايز اقول لكم الشيش طاووق على البوتاجاز من بره بعد ما خلصت حطيت له حته فحم صغيره عشان بس يبقى التست بتاعه حلو، وشويه مكرونه شويه سلطه وكاتشب وشكرا. ادي الكيكه بعد ما طلعت، هي تنزل لكم في فيديو بالتفصيل كل حاجه لوحدها ان شاء الله، تحفه. انا بعد ما خلصتها قطعتها زي قطع الجاتو كده، وكان فاضل عندي حبه كريم شانتيه رحت عاملاها كده شكل مفيها وشكرا، انتهى الموضوع. طالعه بقى جوسي كده وطريه وجميله ملهاش حل. وعايز اقول لكم بحاجه اقتصاديه، كيس كريم شانتيه ب6 جنيه، الكيكه السبع معالق دي حاجه هبل يعني بكل المكونات عندك في البيت، ومعموله ببيضتين اتنين وتقدري تعمليها ببيضايه واحده، صوص الشوكولاته كم قطعه من الشوكولاته العاديه، والكراميل اللي موجود في اي حته بره علشان تديكي الشكل الرخامي ده. ما تنسوش بقى الدعوه الحلوه واللايك علشان الفيديو يترفع، واشوفكم على الف خير. سلام عليكم.